سعادتك كم درس وارنفع يدك خليك لحد ما عاوزك وانا هستفرد بجوزك ادعيله بالسلامة ادعيله بالسلامة انا معايا دكتوراه في الفلسفه. فلسفه؟ ودي تبقى في انه حته في الجسم؟ جنب حلمه الودن بسنتي. خد يا عم رزق بقى وخلي تلاقي علشان. شكرا يا دكتور. ازيك؟ وحشتيني قوي. استنى المسافه تمشي. لغايه امتى يا دكتوره هنفضل مخبيين عن ناس جوازنا؟ معلش احنا ما بقالناش غير خمس ايام بس، وبصراحه انا لسه ما فتحتش وليد ومش عارفه اجيبها له ازاي. انت بتعملي ايه هنا؟ اصل بابا لسه عريس جديد ومش مركز. والله العظيم انتوا مبالغين، الفلسفة دي على جسمتي، مادة ملهاش أي لازمة. اتفضل اطلع بره. وعليكم الأنشطة ورحمة الله وبركاته. يا ماما عاوزاكي تشوفيني طريقة تخليني أقول لوليد إن أنا اتجوزت من غير ما يزعل. معقولة تتجوزي في السن والوقت جاية تقولي لي بعد ما فضحتك بيت؟ فضيحت إيه يا ماما بس؟ صعبان عليا حبتين. ها؟ في إيه يا ماما؟ حصل سوء تفاهم النهاردة في الجامعة بيني وبين الدكتور. اسمه حسين الجمال. يعني انت غلطت في اونكل وتونت؟ اللي يزمر ما يخبيش دقنه. حبيبي انا هقوم افتح في اليوم الاخبر ده. انشطيه. انشانتيه. مين يا ماما؟ نمر غلط. ايه؟ ايه؟ بقول لك ايه؟ هو النهارده كان يوم متعفرت، انا عايزك تطلع اوضتك دلوقتي تنام وتتغدى وانت نايم. اتغدى وانا نايم؟ ايوه تتغدى فيها ايه؟ عجبة دي؟ تتغدى وانت انت لازم تسمع كلام. ايه يا ماما؟ هو انت مش عامل حادثة النهارده بالعربية؟ ايوه. إيه لو طلعت نمت وانت بتتغدى انا هجيب لك عربية جديدة. اوكي قشطه. بس قسما بالله لو نزلت قبل ما تنام وتتغدى لا اجيبها لك مانيوال وتقليل الادب. في ايه؟ في ايه يا حبيبتي مالك؟ وانت مخلفاه عشان تسكتي فيه؟ بشوش عليه شويه. لا 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 انا مش عارفه ربيه الواد الدلع دلع ماسخ. يا مسبتي حسن على الباب. أنا أسفة، واضح إنك أنت مش زعلان. لا أنا متعود على الحاجات دي من شيرين بنتي، دي ساعات بتكهرب الباب عشان أنا ما أدخلش. بتخاف تقعد لوحدها قوي. مساء الخير يا حاجة. سلام يا عرب. إزاي أمك يا أخوي؟ بتسلم عليكي وبتقولك هتبعت لك العيش الشمسي الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي؟ ولسه هستنى. أنا أحب يا أخوي إنك تخش عليا كده شايل في أوضتك وتخبط الباب برجلك. ايه هو انتوا تعرفوا بعض من زمان ولا كنتوا بتشوفوا بعض من ورايا؟ لا ده انا عجبك قوي مع الحموات. انت ناسي المثل اللي بيقول الحما في الكبر اجدع من اكل الزفر؟ لسه قايلينها المثل ده بس كان مختلف شويه. ربنا يهنيكم ببعض. طيب بقول لك ايه؟ نعم. انا عايز مكان كويس كده اعلق فيه البرواز ده اهو علشان يتناسب مع اللحظة التاريخية بتاعة التقاط هذه الصورة. الصورة دي ايه الايدين اللي فيها دي؟ دي ايدين معالي الوزير وهو بيسلم عليا. بس انت عارفة انا ما بهتمش ببعض التفاصيل فحذفتها. لا واضح ان في تفاصيل كتيرة انت بتلغيها من حياتك. انت مش كان لازم تقولي قبل ما تيجي؟ اولا المهلة ال 24 ساعة عشان تقولي الوليد خلصت. ثانيا من خلال قعدتي مع نفسي في غرفتي وفي خلوتي الفلسفية لقيت ان انا علاقتي بوليد هتبقى كويسة وهنحبه بعض جدا. انت بس اللي مكبرة الموضوع. شوفي شوفي انا جبت له ايه. الله ايه ده؟
دي اوتوماتيك ولا مانيوال؟ دي بريموت كنترول وب 38 جنيه. يا اختي اسم الله، وفيت بوعدك يا اختي، جبتي له عربيه بس طلعت مسخوطه، معلش هيفرح بيها قوي. حبيبتي انت يا حاجه، طول عمري محدش فاهمني في الدنيا الا انت. بقول لك ايه يا حسين، ايه انا اكتشفت انه مش هينفع ابدا انك تواجه وليد وجها لوجه. يعني ايه مثلا؟ اشيت معاه على النت؟ ايوه، حلو قوي، كل واحد يقعد في بيته وتشيشوا تشيشوا مع بعض، تشيشوا مع زي ما انت عايز، بس يلا بقى بس ابعدوا عني بقى يلا. استني بس يا سلمى، اقعدي، عايز اقول لك حاجه. انا اصلي حصل لي موقف ما عجبنيش كده، بعد ما رجعت من الكليه ودخلت البيت لقيت ان انا مش مضطر للبوح الفردي. امال ايه وظيفه الجوزه؟ انك تشيش. اكتم بقى يا سلمى. يا سلمى انا محتاج للدفء وحنان الشريكه، ولا ايه يا حاجه؟ اه طبعا يا اخي، امال ايه؟ مين حنان؟ ريحي انت دلوقتي، قوم معايا، قوم قوم روح لحنان. كملي كلمه من ثلاث حروف. حنان ايه وبتاع ايه؟ احكي لي، قولي اللي حصل لك النهارده في الجامعه، قولي عشان اريحك. انجز. اتخانقت مع تحلب، كائن هلامي جزيء مفتقد الى هويته. طبعا ده طالب عندك في الجامعه قال ادبه عليك وقال لك كلام مش كويس، واحتمال الله اعلم يكون شكر في الست الوالده ففصلته. ايه ده؟ ايه كميه التواصل الذهني اللا مرئي اللي بيني وبينك ده؟ انت عرفني ده حصل بالظبط؟ انا منبهر بيكي. هو انت لسه شفت حاجه؟ ده البروجرام طويل. قولي يا حبيبي، هو انت مش بتثق فيا؟ ثقتي في حسن شحاته فيلسوف الكره المصريه. يعني انا شايفه، يعني شايفه يعني من وجهه نظري انك تسامحه. وهو كان حسن شحاته سامح ميدو؟ لا ما تكرهنيش في المنتخب يا حسين. ما هو حبيبي انت لو سمحته هتسمو بذاتك على غريزه فش الغل في الاخرين، ساعتها انت هتحس انك انت الانسان الافضل بالضروره. ولو الواد ده ايقظ المارد اللي في داخلي، وانا هصحكه، يعني هصحكه. خلينا دلوقتي في موضوع وليد. اوعي اوعي كده شويه. وليد يا ولد يا وليد. يا ولد يا وليد. استنى بس يا حسين. بص يا حبيبي، حط غياراتك في الدولاب وبعد كده نبقى نتكلم مع وليد. يا معصام يا معصام، خدي حبيبتي الشنطه بتاعت الدكتور حسين، طلعيها فوق في الاوضه. ودي اوضه نمره كام؟ اوضه كام ايه؟ اوضه الدكتور حسين هي اوضتي. استغفر الله العظيم، انا ماليش اكل عيش في البيت ده ابدا. بس انا مش سيبك من انت. انا نسيت اعرفكم ببعض، أم عصام الهاوس كيبر، الدكتور حسين جوزي. جوزي؟ بس يطلع. أنا يتهيألي نسيت حاجة. هي شيرين ما جاتش معاك ليه؟ شيرين؟ يا نهار اسود، أنا نسيتها في الحمام بتاع البنزينة. الحمد لله. على رأيك تلاقيها عايزة تتجوز وخلاص عشان يبقى راجل تتحكم فيه. عندك حق، وليا ممششها، وكويس انها لقيت حد يلمها ويرضى بيها. ايوه يا اختي، انما اميره وبنت امره تحط ايديها في الشاي تحليه وعلى اللحم تشويه وعلى القفه تهريه. معلش والنبي يا ست الدكتوره، حضرتك عارفه ان انا واطيه اوطى من الموس على الارض. معلش. عارفه يا ام عصام، انا لو حاسبتك على الغلطات اللي انت بتعمليها معايا كان زمانك محبوسه من 15 سنه. كتر خيرك يا اصيله يا بنت الاصل، والله ما بجيب سيرتك الا بالخير، وما في حته اقعد فيها الا لما اذكرك بالطيب انت واهلك. ربنا يديكي على قد نيتك. بتدعي عليا يا ست هانم؟ المهم دلوقتي انا مش عاوزه وليد يعرف خالص حكايه ان انا متجوزه دي. امال هتقولي له ايه على الذكر اللي انت جايباه؟ عيل ومتبنيه؟ ايه لغه العشش دي؟ انتي مالك انتي؟ هقول له امتى؟ اصل انا عايزه اعملها مفاجاه لوليد. يلا بقى نجري، روحي وضبي الاوضه. ليه؟ وسي المحروس جوزك سابك من اول ليله وراح فين؟ المحروس جوزي راح يجيب بنته وراجع لي. ايه ده؟ يا حبيبي ماما، انت رجعتي لبابا صح؟ ما عرفت ازاي؟
ما انا فهمتكم بقى من كلامكم بقى، انا هروح اقول لكل اصحابي. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يا اختي ارجعي له وفرحي ابنك. صح، حتى بالاماره الشرع محلل لاربعه. انت عايزه تنقطيني يا ماما؟ انا اللي حنقطك؟ انت بقى اللي نقطه روحك بروحك. بتخبي ليه وبتتكهني ليه؟ ها؟ ما خلاص البير طفح طافح. ويا مداريه ابنك عن الناس، قال دي لازم مخلفه نسناس. هريتيني امثال وحكم، اتخنقت. الواد زمان دلوقتي راح قال لاصحابه، يعني صدمته هتبقى اكبر. هي ضايعه ضايعه بايظه بايظه. هعمل ايه؟ قالوا ضربوا اللحم على بقه، قال بلا كله. ازيك يا تم؟ شناوي انت شفته وليد بره؟ لا صدقني ما شفته. هو ايه ده، انتوا لغيتوا جدول الاكل تاني ولا ايه؟ انا يوم الاثنين هنا، ويوم الاربع عند ابو كريم، ويوم الخميس عند ام سالي. يامو يامو عصام اغرفيله. اغرفيله ايه؟ ايه الجو ده يا جماعه؟ انا عارف مكان الثلاجه لوحده وجاي معاه الطبق بتاعي. بقول لك ايه يا ام عصام؟ واظبطي كده الحمام عشان هزروط نفسي بعد ما اكل وعاوز استحمى. ايه ده؟ سخرنينا. مين؟ الاستاذ عماد حمدي؟ الموبايل بتاعي فين؟ الموبايل فين؟ تعالي يا شيرين يا بنتي ادخلي. دي مراتك يا بابا؟ لا يا حبيبتي، انا هقول لك. فاكره لما كنا عند المخزون؟ كان في واحده ست كانت قاعده قدامي، وكنت حاطط ايدي في ايديها كده، وكان على ايدينا في منديل ابيض، وقرينا الفاتحه. حافظه الفاتحه؟ قوليها لطنط. هي دي بنتك يا حسين؟ ما اقدرش اقول لا. شوفي بقى يا حبيبتي، انا هفهمك. انا بقى ابقى مامة الدكتورة سلمى اللي باباكي اللي واقف جنبك ده اتجوزها، وانا شيرين بنت الدكتور حسين اللي اتجوز بنتك. يبقى نقرب لبعض ايه؟ ما تقربوش لبعض اي حاجة. هو مفيش مية ولا ايه؟ التلاجة فين؟ حاطينها في المطبخ. حاطين التلاجة في المطبخ؟ امبوسيب، مستحيل. في حاجات كتير جدا لازم تتغير في البيت ده. وليد، أنا عارفة كويس، عارفة كويس لأني أستاذك وبدرس لك في الجامعة، وأنت كمان طالب ممتاز، طالب كويس جدا عندي. شوف يا ابني، أنت مستغرب دلوقتي أكيد، بتقول أنا هنا بعمل إيه. أنا اتجوزت أمك وليا الشرف، وهي كمان ليها الشرف. شوف، احنا يعني قعدنا مخبيين عليك فترة علشان خايفين على شعورك، لكن تأكد يا ابني ان حياتك معايا هتبقى حياة لذيذة ملقاها الدفء والحنان. واعتبرني زي ابوك، مفيش اي فرق بيني وبين ابوك. وهساعدك وهدلعك وهاخدك على حجري في البيت وفي الجامعة. لا اوعى تفهمني غلط، انا هعاملك زيك زي اي طالب في الجامعه، دي حاجه معروفه عني من زمان. خد وقتك وما تردش عليا دلوقتي، وخد فوار، خد فوار عشان يهدم الاكل اللي انت اكلته ده. امتى مساء يا ابني؟ ماما. طب وبابا؟ اتفضل يا دكتور، ان شاء الله ترتاح في الاقامه عندنا. في نص جنيه تحت الدواسه في العربيه، روح خديه. تشكر. في جرى ايه يا حسين؟ انت دايما كده تعملي مفاجآت. ايه ده؟ انت قلتي لي عندك وليد بس. اما ده اخو الصغير بومبون. انا قابلت وليد في المطبخ تحت، واتكلمت معاه واتفاهمت معاه في كل حاجه. قابلته؟ ايوه. وشافك وشفته وفهم؟ انا اتكلمت معاه كاي انسان محترم، وهو كمان انصت الي بمنتهى الادب والاحترام. تفتكر يعني انكم هتبقوا مبسوطين؟ يعني هو فوجئ بالكلام بتاعي، لكن انا اعتقد انه بعد كده هيهضم الكلام كويس. ما تتصورش انا سعيده قد ايه يا حسين.
يلا انزلي دلوقتي تحت وجهزي عليه، لأنه كما قال مينا بلس، إذا أردت أن تحفر نهرا فلا تكتفي بفأس واحدة. همش مينا بلس ده فندق إحسين؟ مينا بلس ده الاسم الحركي بتاعي في الجمعية الفلسفية. خلي بالك من بومبون. أوكي بومبون. مالك يا حبيبتي؟ مالك عمال تنفق كده ليه؟ شفت يا تيتا، ماما ضحكت عليا، قالت لي ان هي رجعت لبابا، واما كلمته قال لي مفيش حاجه من دي حصلت. ايه يعني قال لك كده بس؟ لا، هو شتمها، وهو بصراحه شتم حضرتك انت كمان. هو جمعكم انتوا الاثنين في شتيمه واحده. عارفاها الشتيمه دي؟ الولد السو يجيب لاهله العينه، طول عمرها جايبه لي الكلام. انا مش فاهم ليه هي قالت لي كده. يمكن يا حبيبي هي ما قالتلكش كده، يمكن يعني انت نفسك من جواك كده ان ده اللي يحصل. بس هي اكدت لي ان هي رجعت لبابا. بتمهد لك يا حبيبي، بتمهد لك. وقال يا غاوي صيد الدببه كتر منحلك. صيد الدببه؟ ماما انت ليه كذبت عليا؟ وليدي يا حبيبي انا ما كنتش عاوزه ازعلك. انا اكتر حاجه مضايقاني ومزعلاني ان انا عرفت منه. بص بقى يا وليد، انت لازم تقبل الامر الواقع وتعرف ان هو لازم يفضل في حياتك. ماشي. يا ساتر. امال ايه حكايه ان هي اتجوزت اللي كانوا بيقولوا عليها في المطبخ دي؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعمل ايه هنا؟ استنى يا تحلب يا هلامي يا متعفن، انا اللي همشي، وانت لما تبقي تعرفي غلطتك ابقي هاتي الحاجه وتعالوا عندي على البيت. غلطتها اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ الغلطه الوحيده ان هي اتجوزتك. شايفه قله الادب وقله الربايه؟ انا مش فاهم ازاي دكتوره مثقفه ومحترمه زيك تخلف عاهه زي ده. بابا، هو البط بيطير؟ السؤال ده مش مقياس لأي حاجة. بنت الدكتور الفيلسوف مينا بلس عايزة تعرف البط بيطير ولا ما بيطيرش. لعلمك السؤال اللي هي سألته ده من أعظم وأذكى الأسئلة الفلسفية، لأن فعلا في أنواع كتير من البط ما بتطيرش، وبعدين الطيران ده فعل شرطي وليس فعل مطلق، وبعدين دلوقتي السؤال ده دلوقتي الظروف مش مناسبة خالص. وكمان كنت عايزين اعيش مع دي في مكان واحد. دي عندك حق. مالها دي عشان تعيش معاها في مكان واحد يا بتاع انشطة؟ ايه خلاص يا حسين اهدى حبيبي. ايه خايف ازعله ولا ايه؟ بس يا وليد. كلم والدتك بشكل احسن من كده. وانت مالك يا عم؟ دمي وانا حر فيها. بس بقى حرام عليكم، هبصوا لي اعصابي هتدمروني. شفت؟ شفت عملت فيها ايه؟ مالكش دعوه انت، هي متدمره معايا من زمان، انت اللي جيت جديد علينا. بس يا وليد، وبعدين انت منتظر ايه؟ ابني يبقى ملاك؟ اذا كان طول النهار انا في العياده وبعد الظهر في الجيم، ولما ارجع بالليل الاقيه خرج يسهر، يبقى اربيه امتى؟ ايه يا ماما، هو انا مش متربي يعني ولا ايه؟ طبعا. وبعدين انت بدل ما تساعدني في تربيته كده تبعني في اول مواجهه. وانت يا شحت انت، قعدت اربي فيك 20 سنه، وبعدين هو انا اتجوزت لك ايه؟ بغل من الشارع؟ ده انا اتجوزت لك راجل محترم وقور، لازم يكون قدوه ليك، راجل الشرف وشه قد كده. وبعدين انا ما خبيتش عليك، انا كنت هقول لك، انا بس لولا للاسف المشاده اللي حصلت بينكم في الكليه، لكن انا كنت هقول. إيه لو سمحتي ما تحطنيش انا والشيء ده في باسكت واحد. بس انتوا فعلا في باسكت واحد. بص يا ماما، انت ما تعرفيش الدكتور ده قدي، صدقيني مش هتقدري تعيشي معاه اسبوع واحد. خسرت يا حبيبي في الجمله اللي انت قلتها دي، انا متجوز امك بقالي اسبوع. ايه اسبوع؟ حسيت بفرق؟ معاملتي ليكي اتغيرت؟ بالعكس، ده انا سبتك تسقط وكمان جبت لك عربيه جديده. كدابه في اصل وشك. اللي جاب لك العربيه حبيبي بابا حسين. بابا ايه؟ ريحي انت يا حبيبتي دلوقتي مش وقته. وفي ايه؟ بقول لكم تتكلموا، انا قاعده ساكته، في ايه يعني؟ الله، خساره ال 38 جنيه اللي دفعتهم في العربيه. يلا نروح. 20 يا بنتي. استنى يا حسين. بصي يا حبيبي يا وليد، انا مقدره مشاعرك وشايفه ان عندك حق في كل اللي انت بتقوله. انت بتقولي ايه؟ استنى بس يا حسين،
عشان كده انا هسيب لك البيت وهروح اعيش مع حسين جوزي. جوزي ده هو الراجل المحترم الوقور اللي انا لقيت نفسي معاه، هو ده اللي اتمنى اكمل حياتي معاه. وانا يا نور عيني مش هسيبك ابدا. هفضل قاعده معاك. بتعرف تدي حقن؟ ما انا خلاص خدت الحقنه الكبيره. اقعدوا اقعدوا، انا اللي همشي. معلش يا حسين، هو يومين وهيهدى كده، بس انت برضو لين معاه شويه بحاجات بسيطه جدا. يعني مثلا يعني نجحه في الماده بتاعتك. الماده اللي ما امتحنهاش؟ وماله، اعمل له امتحان مفاجئ في البيت وعلق له نتيجه على باب الثلاجه بالمره. يلا يا شيرين يا بنتي نطلع فوق. ايه ده؟ يعني خلاص مش هنروح؟ انا نفسي اشوف بيتنا. لا انا مش قادره، انا مش هستحمل اكتر من كده، انا راح اشوف الواد. بيتنا وحشنا قوي. ياه بقالي كتير ما شفتوش. انا لسه فاكره لحد دلوقتي، فاكره حيطانه وفاكره دواليبه. ياه تفتكر يا بابا عم زيزو جناني هيكون لسه عايش؟ والله يا بنتي احنا لما خرجنا من الفيلا الصبح كان لسه عايش، انما لما هنرجع بقى الاعمار بيد الله. ده تلاقيه عجز قوي. بابا عايز اسالك سؤال يعني مهم جدا. النعام ما بيطيرش يا شيرين.